نادي الزمالك من اهم الانديه في افريقيا والوطن العربي، وعدى عليه شخصيات مهمه كتير في تاريخ الكره المصريه، واشهرهم على الاطلاق اعمل لايك وفولو تعالى اقول لك محمد حسن حلمي او حلمي زموره. اتولد في مدينه كنانه في الاليوبيه، وسنة 34 بقى لاعب محترف في نادي الزمالك، ومنه اختير انه يمثل مصر في الاولمبياد سنه 36، واطلق عليه رئيس الزمالك وقتها حيدر باشا زموره، تشبيها باللاعب الاسباني حارس مرمى اسبانيا ريكاردو زموره. بس مسيرته الرياضيه ما منعتهوش من التعليم، لانه بعدها بسنتين حصل على بكالوريوس زراعه، وبعد 12 سنه لعب في الزمالك اتجه للتحكيم، حصل على الشارة الدولية سنة 57، وبقى رئيس نادي الزمالك سنة 66، وبقى أول لاعب يحصل على المنصب ده، وكمان كان ليه الفضل ببناء أغلب منشآت النادي، وفي خلال 10 سنين كرئيس للنادي ما خدش ولا راتب من الفريق، واكتفى بمعاشه كوكيل لوزارة الزراعة، وبعد كده شغل شوية مناصب في الاتحاد المصري زي رئيس لجنة المسابقات واللجنة الفنية، وفي سنة 78 بقى رئيس اتحاد الكورة، وصدر قرار من الرئيس المصري محمد أنور السادات إنه يتعين في مجلس الشورى لإنجازاته الرياضية والزراعية.